مشاهدينا الكرام، عسلامتكم ومرحبا بكم في عدد جديد من حصتكم الأسبوعية الحكم الخامس. موضوعنا لنهار اليوم سيكون حول احتفالية المئوية لنادي الشهداء فريق مولودية الجزائر التي ستكون بطريقة خاصة لهذه السنة، أي بمبادرة جمع التبرعات لشراء قارورات الأكسجين التي ينظمها أنصار الفريق منذ بداية المرحلة الثالثة لفيروس كورونا تحت شعار ما كاش في منجان كاين أكسجين. أما الآن مشاهدينا، يلا تابعوا معي آراء الأنصار في الشارع الجزائري لموضوعنا لنهار اليوم. شعار أنصار مولودية الجزائر لمئوية هذه السنة، نعم ما كانش في ميجان كاين أكسجين، وش تقول على هذه المبادرة الطيبة؟ على كل حال، المولودية الجزائر العاصمة تأسس في 7 أوت 1921، وهذا العام هي المئوية، يعني كان أنصار مولودية الجزائر برمجين احتفالية بمناسبة هذه المئوية. لكن الان نحن يعني في ظرف طارئ، يعني مرحله صعبه يتمر علينا. هو من احسن قرر على كل حال مناصري مولوديه قرروا تخلي عن هذه الاحتفالات، رغم انه هذا الظرف طارئ هذا اثر علينا بزاف، ولاحظنا هذه الايام يعني انتشر بقوه، وبالتالي قررنا يعني التخلي عن هذه الاحتفالات ونقول لهم يعني ما مالي تشريف لي من جان ودوك العفايس ما كاش، من الاحسن نلمو ونشرو اكسجين خير باش نفيدو بعضنا وشعبنا ونجاوزو هاد المرحلة ان شاء الله. الالات لازم نضامنو ليد في ليد ونكونوا يد واحدة باش نقدروا نجتازوا هاد المرحلة تاع كورونا ان شاء الله بربي. وفي ميجان فيها مصح، ماشي لازم لابلي بار تاع في ميجان وكل واش نديرو في ميجان لازم نلوحو تبرعات الاكسجين، ولكن نديرو لانيفرسال على كل حال. خصوص هذه المبادرة، يعني مبادرة رائعة وطيبة، واش تقول للمناصري مولودية الجزائر؟ نقول للمناصري المولودية ليد في ليد باش تنجح الجزائر وباش نسلكوا من هذا المرض اللي راه جانا، وباء كبير، ونكونوا ليد في ليد ونشوفوا في بعضنا، ما نخموا في والو حتى تجوز علينا هذه الجائحة. هذه المبادرة مليحة، خاطش مولودية ديجا كي تأسست شغل على التورا كي شايفك شغل على البلاد، والمئوية نورمالمون حنا نحتفلوا بلي في ميشان والبوق. وانا نوجه انصار، ماشي غير الانصار تاع مولوديه، كاع الانصار تاع الفرق الاخرى من جميع ولايات، لي زيلطرا هادوما لي كيما تاع مولوديه، نجمع الطرا دير حمله هكذا ونعاونوا خاوتنا الناس راهي تموت. وهاد المبادره ولا غير مليحه تقعد في التاريخ، شغل المئويه جات باك شنو فاهمك انا، شغل شو راح نسلكوا العباد كي شايفه. انا نطلب كاع من انصار تاع مولوديه، ما الف راك 20000 100000 ما تقدرش ادعي، وهي المليحه خاص وكان نديروا حسابات وكان يجي الغاشي هذاك اللي يدير الحفله نكلموهم كاع نقدروا نشرو بالك، ما باليش انا نسلكوا كاش 30 ولايه ولا 40 ونقول لهم يا خو بارك الله فيكم ويعطيكم الصحة، وإن شاء الله يا رب يرفع علينا هذا الوباء. أقدم كلمة أني نحيي كل إن شاء الله المولودية العام الجاي، إن شاء الله كي نفوتوا الجائحة عندنا مفاجآت كبيرة إن شاء الله في المولودية، إن شاء الله مفاجآت كبيرة، ورايحين نعاودوا نرموا الجراح تاعنا ونوضوا نوضة واحدة إن شاء الله. والله صافي بليزير، قلت لك يعني شوفوها ماذا بينا تعم، يعني هذه ظاهرة هذه في النوادي تاع الجزائر كامل وجمعيات، وبربي ان شاء الله كاين غير الخير ونشوفوا غير الخير في الجزائر. نقولوا لهم جويوز انيفرسير لهم والمولودية والنادي وبون كوراج وخلاص. عيد الميلاد مودي واش راح نقول لك، ولا غير مئويه ماشي كاع وقتها اختي، والله هي ماشي حلوه. نورمالمون المئويه نكونوا دينا تيتر نلعبوا على لي تيتر لي جوار هادو، ماما واش راح نقول لك اختي، والله المئويه سماطت مزياك شغل جات هادي تاع الكورونا، شغل راح نديروا مبادره شغل تنحي شويه كي شايفه، تنحي الاخفاقات تاع مولوديا واش داروا،
ونقول لهم والله غير بارك الله فيكم، عباك عفسه مليحه هذه وتقعد في التاريخ ان شاء الله، وربي يرفع علينا الوباء ان شاء الله. وهذا عيد ميلاد سعيد مولودي انا شنوي اختي، ما عيد 100 سنه ونادي الشعب كما يقولوا، مش نادي الشعب للشعب، هاد الشعب اللي هو مريض وحنا نادي الشعب مش الشعب للشعب. والعقوبه 1000 سنه ان شاء الله، ومولودي ان شاء الله تقعد الفوق قاعيتك، وربي يحفظكم اختي ان شاء الله للجميع، سواء جماهير او مناصرين مولوديه، عيد ميلاد سعيد بمناسبه هذه المئويه، وان شاء الله نكونوا من اهلي ان شاء الله. انصار مولوديه اكو خاوتنا في الدم، وما كاش عداوه بيناتنا، وحنا كامل في بلاد وحده، ورانا كاع في محنه وحده، لازم ترافدوا مع بعضنا. انصار مولوديه ربي يحفظهم وربي يعطيهم ما يتمنوا، وربي يزيدهم في ميزان حسناتهم ان شاء الله. مالكري كان لي اسمامي بصح، تحيه لكم شابو مولوديه. أوفياء أنا كما كنتم تتابعون معي، كانت هذه آراء مناصرين الأكارم في الشارع الجزائري لموضوعنا لنهار اليوم. لجميع اقتراحاتكم تواصلوا معي عبر الصفحة الرسمية الظاهرة أسفل الشاشة. نلتقي الأسبوع القادم في موضوع جديد، وسلام.